السلام عليكم اصدقاء القناه، صباح الخير عليكم. اليوم انت بكري فطرت الفطور ديالي ديال الشوفان والبيض، جمعت الحوايج وجدت الساك، عندي واحد الحصه ديال الكتف ترايسيبس المولي، نرجع ديريكت. غيكون واحد اعز الناس راني كنستناه دابا تقريبا اكثر من شهر، وانا كنستناه باش يجي من المغرب. راه غيجبد واحد الطريق ديال اليومين من فاس حتى لبرشلونه، غندوزو فلوغات جميع، غنترينيو جميع، غندوزو هاد العطلة جميع ان شاء الله. دابا غنمشي نتريني. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. 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 It's murder. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. 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 I killed it. It's murder. راني كنستناه دابا غيجي يا من هاد الجهة ولا من هاد الجهة. مسافر وحدك، مسافر وحدك وفايتني. جاب لي واحد الكادو من المغرب، احسن كادو استنيتو دابا فايت شهر. غنوري لكم. هو طاجين السلاوي، الطاجين المغربي، صنع مغربي 100%. دابا غنمشيو نديرو واحد الكومبرا ديال السيمانه، حيت جا الطباخ ديالنا السي وليد و
وراه غيدير لينا واحد الوجبه معروف بها. نور ديال يا سلام غندوقو الطاجين ديال خويا وليد. الصخره هي هذيك الخضراء الحم ووليد مازال فيه الريحه ديال المغرب. غدير لينا في الغدا خويا وليد. اخويا اليوم ما كاين غير الطواجن. الطاجين 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 المغربي هو الكوليكسيون اللي جا ليا من المغرب. طاجين طاجين السلاوي مقلى. هاد المقيله هادي خاصه ديال البيض والخلاء، والا بغيتي طيب شي كروفيت هادو هما اللي صحيين باش طيب. المهم شكرا جزيلا شكرا جزيلا. كنسبقوا البصلة مع السبرقاج ديالنا. اللحم البطاطس القارع القارع اللوبيا اخر المراحل اخر المراحل هي اللوبيا. راه احسن وجبه صحيه صحيه بالنسبه للمسكل ولا المريض ولا اي حاجه الطاجين المغربي، ولكن طاجين سلاوي وصحي وصحي ما تحطش الزيت الزيت البلديه الزيت البلديه والعطريه ما تكثرش. العطريه ما عندكش العطريه شنو من العطريه اللي غدير غدير شويه ديال شويه السكنجبير بحيث هو اللي صحي كمون والملحه. المهم هي العطريه كل واحد على حسب الطول. غنديروا الكركم ونديروا شويه السكنجبير الكمون والملحه. يا العطريه في الماء اللي غيكب العطريه كتجمع في الكاس ديال الماء كيخلطها وباش كيلوح هنايا في الطاجين العجيب. الكركم شنو كيدير الكبده وشنو كيدير ايه والله نصحابني انا بيحب الناس الشوف الناس الزعفر داك الزعفران ديال جوج دراهم ها ماشي ليه زيت كيف طيب اول مزيودة على حساب فيها المزيودة هي اللي غتبنى من الطرح هاي دير جوج يس وي اذا نتلاقاو بعد واحد الساعة ونص واحد الساعة ونص ولا جوج سوايع كاع. A few moments later
شحال بقى هو كيطيب؟ ساعة ونص. ودرنا الزيتون. الزيتون دابا غنزيدو له واحد نص ساعة على ما غيشرب المرقة. شي حبة ديال الزيتون أوجد. يا سلام يا سلام. ناري ماتش في المستوى ماشي كلينا طاجين، لعبنا ماتش جوج ماتش والله لا ماتش ديال اسبانيا ولا ماتش ديال الطاجين. المهم بلا ما تسولوني كي جاني غير الحاله الكارثيه ديال الطاجين هي اللي غتقول لكم. والطاجين بعد التسونامي اللي وقع. ان شاء الله اصدقاء القناه تكونوا تقعقعتوا معنا في الطاجين واستمتعتوا في الفلوق. ان شاء الله الحلقه القادمه غيكونوا في فيديو جوج دقائق ثلاثه دقائق على حسب الطلبات ديالكم في التعليق. السلام عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله.